بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أي جبليها، لا يهراق فيها دم أي ظلما، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف أي لعلف الدواب. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. الحديث رواه مسلم رحمه الله. والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة، لما في ذلك في مطابقة الآية الكريمة، وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى، إنما مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين رحمهم الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوك أي لا يقطع شجر الشوك من الحرم الذي أنبته الله، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، من وجد شيئا ساقطا فإن أخذه لا بد أن يعرفه، ولا يختلى خلاها أي لا يؤخذ حشيشها. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إلا الإذخر، يعني اسمح لنا أن نأخذ الإذخر من أرض الحرم، وهو نبت له رائحة طيبة، فإنه لقينهم أي للصائغ الذي يصوغ الحلي ولبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وهذا لفظ مسلم رحمه الله. والمعاصي والظلم محرم في كل مكان، ولكن في هذين الحرمين أشد، فعلينا أن نتقي الله ونتوب إلى الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وألهمنا رشدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولهما أي البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: قال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الذي علقه البخاري، أن لم يذكر من حدثه، رواه الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله عن محمد بن عبد الله بن نمير
عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، أي لا يقطع شجر الحرم الذي نبت من الله، ولا ينفر صيدها، ولا يأخذ لقطتها إلا منشد، أي المعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، أي في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه، قال أبو شريح لعمرو بن سعيد: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أي ظلما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني لتطهيرها من الأصنام والصور والمشركين، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، الحاضر يبلغ الغائب. فقيل لأبي شريح رضي الله عنه: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، أي بسرق. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله، وهذا لفظه. وعبد الله بن الزبير لم يفعل شيئا من ذلك، بل هو وله الله على مكة رضي الله عنه. فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم عليه السلام بلغ عن الله حكمه، بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوباً عند الله خاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، يعني قبل أن ينفخ فيه الروح، ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فاستجاب الله له فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن بدء أمرك، فقال: دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى ابن مريم عليهما السلام، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام صلى الله عليه وسلم، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور، أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك رحمهم الله وأتباعه،
فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى إخباراً عن الخليل عليه السلام أنه قال رب اجعل هذا بلداً آمناً، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً كقوله تعالى ومن دخله كان آمناً، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم، ألا إلى غير ذلك من الآيات. الحمد لله، وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها يعني ظلماً، وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلداً آمناً، أي اجعل هذه البقعة بلداً آمناً، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاءً ثانياً بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق عليه السلام الذي هو أصغر سنًا من إسماعيل عليه السلام 13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله. وقوله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال هو قول الله تعالى، وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال وقرأ آخرون قال ومن كفر وأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم عليه السلام، كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ذلك قول إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وقال أبو جعفر عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد رحمهم الله ومن كفر فأمتعه قليلا، يقول ومن كفر فأرزقه أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله لما عزل إبراهيم عليه السلام الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعاً إلى الله ومحبته وفراقاً لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته، حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم ألا ألا يناله عهد الله بخير بخبر الله له بذلك، قال الله ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان إبراهيم يحجرها، أي يخص هذا على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله ومن كفر أيضاً
أرزقهم كما أرزق المؤمنين؟ أأخلق خلقا لا أرزقهم؟ أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير؟ ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. رواه ابن مردوية رحمه الله، وروى عن عكرمة ومجاهد رحمهم الله نحو ذلك أيضا، وروي عن عكرمة ومجاهد رحمهم الله نحو ذلك أيضا. وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا أي ذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أي الكفار. كقوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين رحمهم الله: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، سبحان الله. وفي الصحيح أيضا رحمه الله: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأما قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فالقواعد جمع قاعدة، وهي السارية العمود والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام البيت، أي الكعبة المشرفة، ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح، وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ رحمهم الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول، هذا وهيب بن الورد رحمه الله، يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق، يعني خائف ألا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين المخلصين في قوله تعالى: والذين
يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما آتوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم، كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. وقال بعض المفسرين رحمهم الله: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم عليه السلام، والداعي إسماعيل عليه السلام، والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري رحمه الله هاهنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداع رحمهم الله، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق، المنطق هو ما تربط به المرأة وسطها، المنطق ما تربط به المرأة وسطها، أول من اتخذ النساء، أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل عليهم السلام، اتخذت منطقا ليعفي أثرها على سار، يعني حتى إذا مشت المنطق يمسح أثرها حتى لا تعرف سارة عليها السلام. ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل عليهم السلام وهي ترضعه. هاجر رضي الله عنها ترضع إسماعيل عليه السلام حتى وضعهما عند البيت، أي عند مكان الكعبة، عند دوحة أي شجرة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم عليه السلام يعني ذاهبا منطلقا، فتبعته أم إسماعيل عليها السلام فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه نس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ الله أكبر. هاجر رضي الله عنها قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر، ربك أمرك لا يضيعنا، سبحان الله، هكذا الإيمان والتوكل على الله. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية، يعني المكان المرتفع حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون عليه السلام. وجعلت أم إسماعيل عليه السلام ترضع إسماعيل عليهم السلام وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ماء السقاء، نفد الماء الذي في القربة، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أي يتقلب، أو قال يتلبط يعني من العطش، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا
حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرفها أي بصرها، رفعت طرف درعها أي طرف قميصها، ثم سمعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. الله شرع السعي بين الصفا والمروة عبادة لله. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه، يعني قالت لنفسها اسكتي، تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث يعني ما تغيثنا. فإذا هي بالملك جبريل عليه السلام عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، بعث جبريل بعقبه عليه السلام أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. الله تعالى أنبع ماء زمزم، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء، لكانت زمزم عينا معينا، أي عينا جارية عليها السلام. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك عليه السلام: لا تخافي يا الضيعة، فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام إسماعيل عليه السلام وأبوه إبراهيم عليه السلام، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، قبيلة أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء أي من جهة المعلى، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على الماء، الطائر هذا يدور على الماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أي رسولا أو جريين، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عليه السلام عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل، يعني أحبت أم إسماعيل الجيران وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم قبيلة جرهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم، وأنفسهم أي أعجبهم، وأعجبهم حين شب عليه السلام، فلما أدرك أي لما بلغ زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل عليهم السلام. فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل عليه السلام ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، يعني يبحث لنا عن الرزق. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال إبراهيم عليه السلام: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يعني يطلق هذه المرأة لأنها ما شكرت الله. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه أنس شيئا، يعني حس بأن أحدا جاء، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا،
فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، فالحقي بأهلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين. يجب علينا أن نشكر الله جل جلاله. فطلقها وتزوج منهم بأخرى، فلبث عنهم إبراهيم عليه السلام ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، أي لم يجد إسماعيل عليه السلام، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، يعني الرزق. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقال: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله وأثنت على الله عز وجل، فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما، أي اللحم والماء، لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، أي يبقي هذه المرأة لأنها شكرت الله. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف يعيشنا، فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله عز وجل، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل عليه السلام يبري نبلا، أن يصلح نبلا يرمي به تحت دوحة، أي تحت شجرة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه، لما رأى أباه قام إليه، فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد، يعني عانقه وسر به، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك عز وجل. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، عليه السلام. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً، وأشار إلى أكمة مرتفعة، أي موضع مرتفع على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة، وإبراهيم عليه السلام يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، يعني مقام إبراهيم، فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت، وهما يقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا رحمهم الله عليهم السلام. فرواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي عبد الله محمد بن حماد الظهراني، وابن جرير رحمه الله عن أحمد بن ثابت الرازي، كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا رحمهم الله. وقال أبو بكر: وقال أبو بكر بن مردويه رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال: كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير رحمهم الله في أعلى المسجد ليلا، فقال سعيد بن جبير رحمه الله: سلوني
قبل أن لا تروني، فسألوه عن المقام فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الحديث بطوله. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم عليه السلام وبين أهله يعني سارة رضي الله عنها ما كان يعني من الغيرة غارت من هاجر، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل عليهم السلام ومعهم شنة أي قربة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل رحمها الله تشرب من الشنة من القربة فيدر لبنها على صبيها إسماعيل عليه السلام حتى قدم مكة فوضعهما تحت دوحة أي شجرة. ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل عليه السلام حتى بلغوا كداء الحجون، نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله عز وجل. قالت: رضيت بالله، إذا تركتنا لله رضينا بالله مالك الملك. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة القربة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء انتهى الماء الذي في القربة، قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي إسماعيل عليه السلام، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، كأنه ينازع يريد الموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل عليه السلام. قال: فقال بعقبه جبريل عليه السلام هكذا وغمز عقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء، أخرج الله الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته لكان الماء ظاهرا، لو تركت الماء كان عينا جاريا. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها إسماعيل عليه السلام. قال: فمر الناس من جرهم قبيلة ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها إسماعيل ونكح فيهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله أي لسارة رضي الله عنها: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء غير عتبة بيتك. فلما جاء أخبرته قال: أنت ذاك، فاذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم عليه السلام فقال لأهله سارة عليها السلام: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم.
عليهم الصلاة والسلام. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم عليه السلام، أي استجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل عليه السلام من وراء زمزم يصلح نبلا له لأنه يصيد، فقال: يا إسماعيل، إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا. فقال: أطع ربك عز وجل. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه. فقال: إذن أفعل، أو كما قال. قال: فقام. قال: فجعل إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ إبراهيم عليه السلام عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء عليهم السلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رحمه الله رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قبيلة بني حنيفة عن إبراهيم بن نافع به، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال. وقد رواه البخاري رحمه الله كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع كأن فيه اقتصارا، فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح، أي حيث رأى إسماعيل، حيث رأى إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام وفداه الله بذبح عظيم. وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش الذي فدى الله به إسماعيل، قرن ذلك الكبش كانا معلقين بالكعبة. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على البراق، دابة أكبر من الحمار ودون البغل كان يركبه إبراهيم عليه السلام ويأتي إلى مكة سريعاً، ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة. والله أعلم. والحديث والله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا السياق ما يخالف بعض هذا، كما قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الكعبة المشرفة، خرج معه إسماعيل عليه السلام وهاجر أم إسماعيل عليه السلام. قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة، أي مثل السحاب فيه مثل الرأس، فكلمه قال: يا إبراهيم، ابن على ظلي، أي ابن الكعبة على هذا الظل، أو قال: على قدري، ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر عليهم السلام. فقالت هاجر عليه السلام: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: انطلق، إذا وكلتنا إلى الله لا يضيعنا، فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عليه السلام عطشا شديدا. قال: فصعدت هاجر عليه السلام إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا
حتى فعلت ذلك 7 مرات، فقالت: يا إسماعيل مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش، الله أكبر. فناداها جبريل عليه السلام فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولدي إبراهيم عليه السلام. قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف، الله كاف عبده. قال: ففحص الغلام الأرض بأصبعه فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء، فقال: دعيه فإنها رواء، أي تروي بإذن الله. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقها، وقد احتمل إن كان محفوظاً أن يكون أولاً. وضع له حوطاً وتحجيراً، لا أنه بناه إلى أعلى، إلى أعلى، حتى كبر إسماعيل عليه السلام، فبنياه معاً كما قال الله تعالى. ثم قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلاً قام إلى علي رضي الله عنه فقال: ألا تخبرني عن البيت الكعبة المشرفة؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم عليه السلام، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ابن لي بيتا في الأرض. قال: فضاق إبراهيم عليه السلام بذلك ذرعا، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوت على موضع البيت كطي الحجفة أي الترس، وأمر إبراهيم عليه السلام أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم عليه السلام وبقي حجر. فذهب الغلام يبغي شيئا فقال إبراهيم عليه السلام: أبغني حجرا كما آمرك. قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه. إبراهيم عليه السلام قد وضع الحجر الأسود في مكانه. فقال: يا أبه من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لن يتكل على بنائك. جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتم بناء الكعبة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار رحمهم الله قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض 40 عاما، ومنه دحيت الأرض أي بسطت. قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام أقبل من أرمينية اسم بلد، ومعه السكينة تدل على تبوؤ البيت، كما تتبوأ العنكبوت بيتا. قال: فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا، يعني حجر كبير. قلت: يا أبا محمد، فإن الله يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال: كان ذلك بعد. وقال السدي رحمه الله: إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت، هو وإسماعيل عليهما السلام: ابني يا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة، فقام هو وإسماعيل عليهما السلام وأخذ المعاول الذي يدق به الحجر، لا يدريان أين البيت. فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكشفت لهما ما حول الكعبة،
عن أساس البيت الأول، واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس، فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن حجر الأسود، قال إبراهيم عليه السلام لإسماعيل عليه السلام: يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه هاهنا. قال: يا أبتي إني كسلان لغب، أي تعبان. قال علي بذلك، فانطلق فطلب له حجرا، فجاءه بحجر فلم يرضه، أي لم يوافق إبراهيم عليه السلام، فقال: ائتني بحجر أحسن من هذا. فانطلق يطلب له حجرا، وجاءه جبريل عليه السلام بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوت بيضاء مثل الثغامة، نبت أبيض. وكان آدم عليه السلام هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس، فجاءه إسماعيل عليه السلام بحجر ووجده عند الركن، فقال: يا أبه من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلي بهن، التي ابتلى بهن إبراهيم ربه، فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم عليه السلام، وإنما هدي إبراهيم عليه السلام إليها وبوئ لها، وقد ذهب إلى ذلك ذاهبون، كما قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال عبد الرزاق رحمه الله أيضا: أخبرنا هشام الحسان عن سوار ختن عطاء، والختن زوج البنت، عن عطاء ابن أبي رباح رحمهم الله قال: لما أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم يأنس إليهم، فهابته الملائكة عليهم السلام حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها، فخفضه الله إلى الأرض، فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكى ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته، فوجه إلى مكة، فكان موضع قدمه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان، فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبناه، وذلك قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال آدم عليه السلام: إني لأسمع أصوات الملائكة عليهم السلام. قال: بخطيئتك، أي بذنبك، وهو الأكل من الشجرة التي نهي عنها. إني لا أسمع أصوات الملائكة. قال: بخطيئتك، ولكن اهبط إلى الأرض فابني لي بيتا ثم أخفف به، ثم أحفف به، أي اعتني به، كما رأيت الملائكة عليهم السلام تحف بيتي الذي في السماء، البيت المعمور. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل، من حراء وطور سيناء وطور زيتاء وطور سيناء وجبل لبنان والجودي، وكان ربضه من حراء، يعني البناء الذي حوله، فكان هذا بناء آدم عليه السلام حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعده، وهذا صحيح إلى عطاء، ولكن في بعضه نكارة، يعني فيه ضعف، والله أعلم. وقال عبد الرزاق رحمه الله أيضا: أخبرنا معمر عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض عليه السلام، وكان أهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة
عليهم السلام تهابه فنقص إلى 60 ذراعا فحزن إذ فقد أصوات الملائكة عليهم السلام وتسبيحهم فشكى ذلك إلى الله عز وجل فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي فانطلق إليه آدم عليه السلام فخرج ومد له في خطوه فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك فأتى آدم عليه السلام البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع الله البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض أي بسطت من تحت البيت وقال محمد بن إسحاق رحمه الله حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله وغيره من أهل العلم أن الله لما بوأ إبراهيم عليه السلام مكان البيت خرج إليه من الشام وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر عليهم السلام وإسماعيل عليه السلام طفل صغير يرضع وحملوا فيما حدثني على البراق ومعه جبريل عليه السلام يدله على موضع البيت ومعالم الحرم أي حدود الحرم وخرج معه جبريل عليه السلام فكان لا يمر بقرية إلا قال أبي هذه أمرت يا جبريل فيقول جبريل امضي أي امشي حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عضات يعني أشجار شوك سلم وسمر وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها والبيت يومئذ ربوة أي مكان مرتفع حمراء مدرة يعني فيها طين أحمر فقال إبراهيم عليه السلام لجبريل عليه السلام أها هنا أمرت أن أضعهما قال نعم فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر عليه السلام أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا في مكان مظلل فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى قوله لعلهم يشكرون اللهم اجعلنا من الشاكرين. وقال عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان أخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة وأركانه في الأرض السابعة وكذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد القواعد في الأرض السابعة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علياء بن أحمر أن ذا القرنين عليه السلام قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يبنيان قواعد البيت من 5 أجبل فقال ما لكما ولأرضي فقال نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة قال فهاتا بالبينة على ما تدعيان فقامت 5 أكبش فقلنا نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام عبدان مأموران أمرا ببناء هذه الكعبة فقال قد رضيت وسلمت ثم مضى. وذكر الأزرقي رحمه الله في تاريخ مكة أن ذا القرنين عليه السلام طاف مع إبراهيم عليه السلام بالبيت وهذا يدل على تقدم زمانه والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل القواعد أساسه واحدها قاعدة والقواعد من النساء واحدتها قاعد
يعني التي انقطع حيضها. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك قريش حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر، أي لولا أن قريش أسلموا قريبا فأخاف أن تكشك يعني يحصل فيهم شك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، يعني الشاميين، اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. قريش لما بنت تركت 7 أذرع أو 6 أذرع من البيت وهو الحجر، فالركنين اللذين يليان الحجر ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقد رواه بالحج عن القانبي، وفي أحاديث الأنبياء عليهم السلام عن عبد الله بن يوسف ومسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، ومن حديث ابن وهب رحمه الله، والنسائي رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن القاسم، كلهم عن مالك رحمه الله به. ورواه مسلم رحمه الله أيضا من حديث نافع قال: سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية، يعني أسلموا قريبا يوم الفتح، أو قال بكفر، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. في داخل الكعبة كنز أراد النبي أن يخرجها، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض، يعني لاصقا بالأرض، ولا أدخلت فيها الحجر. يعني هم النبي ذلك ولكن لم يفعل. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير رضي الله عنهما: كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تسر إليك حديثا كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، يعني أسلموا قريبا. فقال ابن الزبير: بكفر، أي قريب عهدهم بكفر، أن أسلموا يوم الفتح، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، يعني لاصقين بالأرض، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون. ففعله ابن الزبير لما صار واليا على مكة، فعل ذلك ابن الزبير رضي الله عنه. ولكن الحجاج هدم الكعبة وردها على بناء قريش. قال: انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله، فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه. وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا، أي بابا من خلف.